فوق رمال الجزيرة العربية منذ أكثر من 2000 عام مضت. كانت هناك مدينة عظيمة اسمها دادان، وطريق تجارة متفرد. كانت دادان واحدة من المحطات التجارية الكبرى على طريق البخور، يربط شبه جزيرة شمالها وجنوبها. من كانوا أعداؤهم؟ كانت القبائل الرحالة تستهدف دادان. ما هي الأسرار المدفونة تحت الرمال؟ أولئك الناس أولوا أهمية لموتاهم. انضموا لفريق من علماء الآثار في مهمتهم الكبيرة. نريد العثور على القبر قبل نهاية الموسم. هل سيتمكنون من كشف أسرار تلك المملكة المنسية؟ كنوز جزيرة العربية المنسية، مدينة دادان القديمة، على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي.